الناس الامم المتحضره كلها عرفتها اسمها صناديق الانتخاب. من يدخل الى صندوق الانتخاب هو عضو جمعيه عموميه. اعضاء الجمعيه العموميه، خلينا نتكلم على حاله الاهلي برضه، هم اعضاء في منتهى الرقي وفي منتهى الوعي وفي منتهى النضج. اي حاجه بتحصل على السوشيال ميديا حضرتك انت ما بتكسبش بيها ارض، يعني السوشيال ميديا قد تكون مؤثره في الناس اللي هي مش مكونه موقف. دايما في انتخابات في كتله بيقولوا عليها الكتله العايمه او الكتله اللي ما بتحددش موقفها غير في الاخر، غير وهم داخلين على السنة. كويس، غير وهم داخلين على الاخر. هو في النهايه برضه هيحدد موقف. كويس، موقفه ده هيحدده بناء على قناعاته. قناعاته بتيجي منين؟ بتيجي من اللي هو شايفه. حضرتك انت داخل بتحب حد، هتديله لو قعدت اكررها في 100 سنه في اخر هيشوف بعينه هيشتغل عليها. يعني القصه، قصه السوشيال ميديا مش هي العامل المؤثر، هي مؤثر في الهدم لكنها ليست عامل من عوامل البناء. للاسف استغلالها غلط. طبعا. دكتور ريد، يمكن كان اعتذارك عن الانتخابات، يعني كان كلام كتير عن وجودك في الانتخابات القادمه، ولكن الدكتور ريد اعتذر بسبب ما هو الاسباب كلها اللي قلت لك عليها دي. يعني اولا رقم واحد، انا شعرت ان في خناقه هتحصل، ان في طرفين بيتخانقوا، مش ده الاهلي. ففضلت اولا ان اكون بعيد عن الخناقه، ثانيا ان ابقى واحد من الناس انا بعتبرهم حراس على مبادئ النادي الاهلي، اللي هو الناس انت عارف اللي هي واقفه في النص بتحاول انها يعني تبقى عامل مهدئ بين الطرفين. ده سبب. السبب الاخر ان انا كنت واحد من الناس اللي كانوا بيدافعوا بشده في موضوع اللائحه. وموضوع اللائحه بالنسبه لي كان قضيه انا شايفها انه حق الاهلي اللي يجب على كل اهلاوي حقيقي انه يدافع عنه. ولم اشا للحظه ان يقال عني ان انا وقفت ادافع عن اللائحه رغبه في التواجد في الانتخابات كنوع من تلميع نفسي، او كنت بساند المهندس محمود طاهر عشان اكون معاه في قائمته، او هذا الكلام. ده كلام بنقى بيه، يعني بنقى بنفسي عنه تماما. انا راجل وقفت بدافع عن قضيه انا مؤمن بيها، شفتها بتمثل مصلحه النادي الاهلي اللي هبقى طالما في العمر بقيه بدافع عنها. السبب الاخير القصه اللي كنا بنتكلم فيها، كم الارتباك والعشوائيه الموجود اللي بتدار بيه الرياضه في مصر. بقول لحضرتك الناس دي كلها عماله بتبذل مجهود وبتستنزف اموال ووقت وكلام زي كده، وفي النهايه هم داخلين على انتخابات مقبلين عليها قد تبطل بعدها بشهر بشهرين. انما صدقني وتذكر هذه الحلقه جيدا، هذه الانتخابات ستبطل. يعني شئنا ام ابينا، لان هناك من الاسباب التي تكفي لبطلانها، حكم قضائي واضح تماما. اللجنه الاولمبيه النهارده بتقول لحضرتك كنادي ما تنفذوش. طب يعني الحكم القضائي باعضاء زايد. باعضاء زايد. ونفس القضيه موجوده في نادي الزهور، ويعني لا قصص كتيره. يعني في قضايا كتير، بس خلينا نتكلم في حاله الاهلي برضو. هناك حكم نهائي حصل عليه اعضاء الشيخ زايد. هذا الحكم لا يجب الا حكم اخر. كون ان حضرتك طلعت قانون او طلعت لائحه، كويس، هذه اللائحه او القانون صدر بعد دي تاني. بعد الحكم هترجع مره اخرى للدوامه دي تاني، وناس في الاخر ما تقدرش تقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه، لانهم يدافعوا عن حق شرعي بالنسبه لهم، ده حق دستوري الناس اعتمدوا على مواد الدستور. ففي النهايه بقول لحضرتك يعني كل هذا الكلام بيؤدي في الاخر ان الانتخابات ممكن تبطل. طب كل هذه العوامل خلاص، لا انت بتشوف نفسك ان في الفتره دي لا خليني بعيد افضل، خليني يعني بقى اساند من اراه افضل، بمارس دور يعني توعوي مع الناس، انك بتوعي الناس، نحافظ على النادي، نعمل كده يعني. طيب دكتور، يمكن زي ما بنقول احنا داخلين على مرحله مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي، مرحله الانتخابات، سواء المهندس محمود طاهر او كل المرشحين، كابتن محمود الخطيب، كل المرشحين الموجودين. رساله للجمعيه العموميه حضرتك عايز تقولها لهم، بما ان حضرتك عضو من الجمعيه العموميه وكنت مرشح سابق في الانتخابات قبل كده، ايضا المرشحين، وبرضه رساله ليهم بتقول له ايه؟ طيب انا خليني اوجه رساله للناس. اولا لا تفقدوا الاهلي اجمل ما يملك. اجمل ما يملكه الاهلي زي ما قلت لحضرتك هو مبادئه واعرافه وثوابته المستقره عبر تاريخه كله. تمام. الجمعيه العموميه الاهلي او انتخابات الاهلي ظلت طوال تاريخ النادي لا تعرف المهاترات، لا تعرف التجاوزات اللي بنشهدها في انديه اخرى، لا تعرف سوى لغه الاحترام. يا جماعه تعالوا نحافظ على ده. من حقك ان تنقد وان تبرز سلبيات. هي الانتخابات قايمه على كده. ما انا بطرح نفسي ليه؟ انا بطرح نفسي عشان انا شايف خطا في اداء الطرف الاخر. ده حقك ان تنتقد اداء الطرف الاخر، ماشي، ان ترصد اخطاءه، ماشي، ان تقدم رؤيه لاصلاحها، انا موافق. لكن ليس من حقك اطلاقا ان تتجاوز، ان تتطاول، ان تسيء الى الاخر، ان تغتاله معنويا، ان تشهر به، ان تستخدم وسائل رخيصه.
لتحقيق مكسب انتخابي. انا ضد كل ده. تعالوا نجعلها مباراة او منافسة شريفة بين طرفين، كل طرف منهم بيسعى لخدمة الكيان، بيسعى لمصلحة النادي الاهلي، ولا يسعى الى مغانم انتخابية. لو ان خدنا الموضوع، لو احنا خدنا الموضوع من هذا المنطلق، صدقني احنا هنحافظ على كيان النادي الاهلي، وفي النهاية هتنتهي الانتخابات وهنبقى احنا اصحاب واخوات. انا يعني كل المرشحين اصدقاء ليا. انا بقى محتار ممكن انتخب مين، لانه كلهم اصدقاء وكلهم شايفهم ناس كويسين ومحترمين، وكلهم ممكن يكونوا اضافة للنادي الاهلي باستثناءات بسيطة. الرسالة المهمة جدا اللي عايز اوجهها للجمعية العمومية، ودي للأسف، انا يعني للأسف هقول ده بس دي حقيقة، طول عمري ضد فكرة القايمة. انا بشعر دايما كنت ان فكرة القايمة فيها نوع من انواع فرض الوصاية على الجمعية العمومية، لانك قد تجبر الناس على انتخاب حد لانهم بيحبوك، فتفقد واحد تاني مستقل فرصة، وقد يكون المستقل ده افضل. عشان كده مش دايما الانتخابات بتبرز الافضل. فدايما كنت ضد الفكرة دي. كان نفسي ان كل المرشحين يطرحوا نفسهم، كلنا اولاد الاهلي، وفي رئيس طرح نفسه وفي نائب طرح نفسه، وفي النهاية كلنا نحترم ارادة الجمعية العمومية واختياراتها ونشتغل مع بعض. طول عمري بنادي بده. لكن الحقيقة خلاص ثقافة الناس درجت على وجود قايمة هو عاوز ينتخبها. وطالما ان الثقافة دي بقت موجودة ومش قادرين نحاربها، يبقى لابد دلوقتي ان احنا نقول جملة توعية للناس. يا جماعة، اعضاء الجمعية العمومية عليهم في المناصب الرئيسية بالذات ان يختاروا باكج متوافق مع بعضه. يعني ما تختارش رئيس من حتة وتختار نائب من حتة تانية. دي قصة للأسف في ظل حالة الانقسام اللي موجودة دلوقتي، ممكن لحضرتك نشوف الأمور المتفتتة. إذا 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 فكرنا بعواطفنا هنشوفها. إذا بص يا كابتن محمد، أنا دايما أقول جملة مهمة جدا. إحنا بنفخر في النادي الأهلي أن الانتخابات بين محمودين. إحنا عندنا اتنين، طبعا مع الاحترام طبعا ان في مرشحين اخرين، الاستاذ رامي عجينه والاستاذ محمد ثابت فضل الله طبعا، بتكلم في الرئاسه. لكن في الاخر خلينا نقول بمعطيات الواقع، المنافسه الاساسيه بين المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب. المنافسه بين هذين القيمتين هي منافسه بين الاسم والفعل. كابتن محمود الخطيب بكل كاريزمته وجماهيريته ونجوميته والشعبيه اللي هو اضافها للنادي الاهلي، اسم مهم جدا في النادي الاهلي ورمز كلنا بنفتخر بيه، ولا يعني كلامي ان هو رمز، ان هو اسم يعني انه ملوش انجازات، لا طبعا له انجازات وشارك طبعًا في مجالس ادارات كتيره، وده كلنا احنا بنحترمه وبنعتز بيه. مهندس محمود طاهر هو فعل، راجل ليه انجازات على ارض الواقع، حضرتك شئت ام ابيت طلعت تنكرها، طلعت تقول ان الراجل ده حيطان بس مش عارف ايه الكلام زي العضو. في الاخر هو بيرى انجازات تحققت وبيرى مصلحه تحققت في عهد المهندس محمود طاهر. الناس في الاخر هتختار ازاي؟ هل هي هتختار ما بين الاسم ولا ما بين الفعل؟ اذا اختارت ده او ده، لابد ان تاتي له بمن يرغب في التعامل معه اللي هو يستطيع الانسجام معاه. صحيح. انما اذا اختارت رئيس من جهه ونائب من جهه، انا بقول لحضرتك ان للاسف النادي الاهلي هيبقى في خطر من الاسبوع الاول. اختار حضرتك من شئت، لكن لما تختار اختار له من يستطيع ان يتعامل معه. صحيح. بالنسبه للعضويه طبعا الناس يعني الاسماء كلها اللي مطروحة على اعضاء الجمعيه العموميه هم عارفينها كويس، وبالتالي هم هيختاروا من يشعروا انه سيضيف للنادي الاهلي. دي الرساله يعني اللي انا احب اوجهها للجمعيه العموميه. وربنا يولي من يصلح طبعا دكتور. طبعا يعني احنا في الاخر كلنا مالناش مصلحه. صحيح. غير ان النادي الاهلي يبقى كما كان دوما. صحيح. كويس فوق الجميع. اشكرك يا دكتور. انا اللي بشكرك. عشان كده باخد من كلامك ان يمكن جمهور النادي الاهلي واعضائه حالمين دايما بالكيان الكبير ده، ان هو المبادئ، هو القيم. عشان كده احنا مش عايزين نكسر الجزئيه دي قدام حد. يعني احنا زي ما قال دكتور وليد، احنا مع بعض نقدر ان مشاكلنا نحلها، مع بعض نقدر نتكلم مع بعض في الغرف المغلقه، لكن تبقى المشاكل موجوده بالشكل ده سواء بقى على السوشيال ميديا او في الاعلام، دي حاجه مش جيده ومش ده النادي الاهلي. فبالتالي ان شاء الله الفتره الجايه في انتخابات قادمه نتمنى تبقى المنافسه شريفه لهدف واحد، هو خدمه كيان النادي الاهلي، ويبقى في تطوير كل واحد عنده برنامجه بيطور بيه بفكره كبير جدا، ندي للنادي الاهلي فكر تطويري، هو ده اللي احنا نتمناه، مش ان احنا نكسر في بعض. بشكركم شكرا جزيلا، وبعد الفاصل ان شاء الله يكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج الكره والجماهير.